جهاد أبو الريش المشرف على مشروع إنشاء وتشطيب منزل السيد أيمن أبو عبيدة. قمنا بزيارة ميدانية لمنزل السيد أيمن، فوجدناه في وضع صعب جدا للغاية، لا يصلح للسكن الآدمي، حيث أن البيت ينخفض منسوبه عن منسوب الشارع العام ما يقارب المتر أو ما يزيد عن المتر، وبالتالي يعني في فصل الشتاء سرعان ما يغرق هذا البيت ويصبح عبارة عن بركة من المياه، خاصة وأن البيت مسقوف من الزينكو والأسبست المهترئ، وخاصة أن البيت يسكنه ما يقارب 13 فرد من اللي هو الأبناء. هذا الوضع السيء كان دافعا جدا لنا لكي نسارع لإنقاذ هذه الأسرة من الغرق ومن الحياة الصعبة. احنا أسرة أيمن محمد عبد الله بابيدا، أسرة متكونة من 10 أفراد. كنا نسكن، احنا من سكان خان يونس مسجد الشافعي. كان بيتي عبارة عن منخفض، كانت تدخل مجاري المعسكر كانت تدفق علينا. كان معرة عبارة عن قطعة قماش مغطية، وكنت دايما كل سنة بعاني من دخول المجاري فيه، ودايما بغرق انا واولادي. وكان البيت حوله، يعني البيت حوله سيء جدا من هناك، وعبارة عن زلف، حيطانه من زلف. أشكر مؤسسة الاعتصام الذي بنت لنا الدار. أنا بشكر مؤسسة الاعتصام الذي بنت لنا البيت. نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجمعية الاعتصام ماليزيا لما قدمته من الدعم المالي لإنشاء أو لتنفيذ مشروع إنشاء وتشطيب منزل السيد أيمن أبو عبيدة، ولكن الحمد لله رب العالمين تم يعني إتمام المشروع، ولكن هناك كان معوق رئيسي في المشروع وهو إغلاق المعابر والحصار الذي أدى إلى غلاء الأسعار، وبالتالي لن نتمكن من تنفيذ بعض البرامج. مؤسسة الاعتصام
خيرية طلعت لنا والحمد لله قامت لنا حسنت أحوال البيت، بنت لنا غرفة وحمام ومطبخ. وأنا بحب أشكر كل من ساهم معنا في تحسين أحوال أولادي وحمونا من المجاري وغيروا أحوالنا بالنسبة لل في كل شيء، وجزاهم الله كل خير.